راه كيف كنا حنا مريحين مع الدراري فهمتيني، واحد ثلاثه الناس من التميم بسيوفه من الحجم الكبير تابعين واحد الدري، علاش تابعينه ما عرفناش. الدري دخل تخبى تمايا خايف على راسه، وما جبدوا كليموجين، بداو يهربوا بنادم كليموجين فهمتيني، عصابات اجراميه هادو فهمتي اخويا. ما ولينا بحال عايشين في غابه، راه جاوا السلطات لابي جي خدات القوالة تقدر تاخذ الفيديو فهمتيني اخويا. جاوا بالسيوفه، الدري هرب من القافيني، هرب دخل القهوه، بداو كيخربونا الدراري الاخرين كلشي من التم حتى واحد ما معروف، ورا الكاميرا والبوليس غياخذوا المجرى ديالهم. نتمناو يلقاو المجرمين ان شاء الله. اخويا كنا مريحين، كنا قالت لنا حاضر بحال شاد التليفون بحالك قدامي، تما داخلين ثلاثه كيضربوا في الدري، دخلنا واحد ضربوه هنا من يدو، ثلاثه هاجين جناوه من خرجوا، قال لي الكاميرا شحال مايل الوقت، هما يهربوا ركبوا على السيتي ديالهم وجاد. السلام عليكم. هاد الناس هادو المهم هاد الناس هادو كتشرو بزاف، يعني ولات عصابات، ولا والدينا تيخافوا. والدينا الا بغاو يمشيو للجامع خاصنا حنا نفيقو ونديهم للجامع، هادشي راه ماشي معقول. الا كان شي مسؤولين كاينين وقادوا لنا البلاد، وهاد الشباب راه تيضيع راه بالسيوا على تيبان ليا غير الكريساج وش لا حوايج، يعني هاد الله يدير شي تاوي ديال الخير. وهاد القهوة هادي معروفة، بأن الناس تيجيو، الناس اللي معقولين، الناس مزيانين، الناس مأدبين، هادو اللي دخلوا ديروا معاهم شي تاوي. إلا كاينة شي دولة تتحكم هاد البلاد خاصها دير شي تاوي ديال الخير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.